طلاب الشهادة الثانوية والإعدادية قربوا يخلصوا امتحاناتهم بعد سنة كاملة من التعب والضغط يلي كان خلال هي السنة يلي بتوقف فيها تحديد مصيرهم، وفينا نقول إنه كتير من المواقف كتير من الأمور يلي صارت معهم خلال هي الفترة سببت لهم نوع من الأحباط، من التوتر، من القلق النفسي، يمكن لأنه البعض ما حالفوا الحظ وما قدر يعمل منيح لأسباب وظروف معينة، فكتير مهم هون يكون في دور للأهل حتى يعرفوا كيف ممكن يطالعوا أطفالهم أو طلابهم من هي الحالة. نحكي أكثر مشاهدينا عن الإحباط الامتحاني. بيسعدنا أن يكون معنا لليوم الاختصاصية التربوية ميس عليا. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. أحلى صبايا وصباح شكرا. المشاهدين اهلا وسهلا فيك يا ميس. يعني بالبدايه هيك حكينا نحن بحلقات قبل كيف بنتحضر للامتحان، ولكن يمكن المواقف الاصعب هي بتكون ضمن الامتحان. طبعا. التواسع بكره او الاثنين او بكره اليومين بخلص التواسع، ولكن البكالوريا لسه عندهم كم ماده، خلي كمان الاثنين لكن رح يخلصوا. ما بدنا ننسى انه اكيد للبكالوريا في تكميله، واكيد الشيء اللي ما قدمناه ما بدنا اياه ياثر على المادة الباقية. يعني خلينا لكن هيك نحكي ضمن الامتحان كيف فينا هيك نكون نحن صح وريلاكس. تمام. أول شيء بدي أعرف على الإحباط، شو يعني الإحباط الامتحاني؟ مثل ما حكيتي حضرتك إنه الشخص أو الطالب بمر بكتير بمواقف بتخليه يقلق يتوتر، هذا الشيء طبيعي، هذا الشيء طبيعي وهو محفز له، بس لما هذا الشيء بيزيد عن حده بيصير هو عائق وما بيقدر بقى بيعيقه عن أداء مهماته، وممكن يوصل لمرحلة من الإحباط الامتحاني. الإحباط الامتحاني اللي هو نوع من أنواع الإحباط، يعني هو الطالب ممكن يشعر باليأس، ممكن يشعر بالضيق بسبب شو السبب؟ ممكن إنه هو انضرب بمادة أو حسب أنواع الطالب، الطالب اللي همه بس النجاح إذا ضرب مادة كبيرة أو حس إنه راح يرسب فيها راح يصير معه إحباط، أو الطالب المجتهد كتير إذا راحت له علامة أو نص علامة ممكن يتضايق ويصير معه إحباط. هذا الإحباط بيخلي عنده تدني، سوء بالمزاج، بيخفض معنوياته، بيفقده الثقة بنفسه، ومثل ما حكيتي كمان إنه ممكن يأثر على الخطوات الجاية ويعطل الخطوات الجاية اللي هي مثل إنه بدنا نحن نستغل هالسنة مشوار العمر كله. بدي استغله أنا بهالسنة، هذا هي صح فكرة صعبة بس مثل ما إنها الحياة مراحل وهي صعبة فنحن بدنا نستغلها، ما فينا نوقف طبعا مكان. بدنا نستغلها وبدنا نحاول نشتغل على حالنا حتى نطلع من أي تحدي أو عائق نحن منمر فيه. تمام. يعني منشوف الطالب عايش بدوامة من المشاعر السلبية من القلق اللي ممكن يكون موجود قبل فترة الامتحانات وهنن عم يحضروا يراجعوا موادهم، وأثناء الامتحانات وأيضا بعد الامتحانات، هون يمكن الإحباط الكبير وقت اللي بدها تطلع النتائج. خلينا نوضح شو هي الأسباب يلي بتدفع الطالب لحتى يوصل لهي المرحلة. بما انه لسه في يومين لحتى يخلص الامتحان، فكتير مهم انه نحكي عن الاحباط اللي بعد الامتحان. هلا الاحباط اللي بيكون اثناء الامتحان تمام رح نخلص الامتحان ما عاد فينا نعمل شيء، بس الاحباط اللي بيكون بعد الامتحان شو اسبابه كثيره، في كثير عوامل تسبب هالاحباط. هو الضغط بالبدايه، الضغط الطالب، الضغط اللي هو عامله لحاله، الضغط النفسي انه انا توقعات كبيره، هدفي كبير، انا لازم حقق هيك، بس بنصدم، صار في فجوة بين توقعاتي وبين الشيء، سوء أداء، صار في عندي سوء بالأداء. وكمان الضغط من قبل الأهل والمحيط الاجتماعي يعني، ورفع توقعاتهم. هلا هو صح أنه نرفع توقعاتنا بأولادنا، بس ما لازم نعبر أو نصرح هالشيء. ليش؟ لأنه بحال فشلوا رح يتعرضوا لأحباط، بس بحال نجحوا نحن رح نكون محفزين تمام ونصرح ساعتها عن هذا الشيء. فهذا الضغط من قبل الأهل وخوف الطالب أنه أنا ما رح أكون عند حسن ظنهم، شو بدهم يحكوا، رح أخذلهم، هذا كتير بيعمل إحباط، بالإضافة لشعور التعب والتوتر والقلق بسبب هالامتحانات المتتالية أو بسبب عدم استثمار الوقت. نعم ميس، اكيد في نوعين من الطلاب، الطلاب المهملين والطلاب يلي كثير بيكون عندهم حاله من الستريس وبس بدهم يجيبوا علامات. نحن خلصنا الامتحان وبدنا نروح على الويك اند، بدنا نتنفس، كان عندنا كثير ضغوطات هالسنه. بهي المرحله يعني ذكرتي حضرتك انه بيكون الطالب او الاهل شوي هيك عندهم حاله من القلق، عندهم حاله من انه شو
النتيجة رح تكون، فبنقصوا عيشة الطلاب. ما في تعمل هاي الشغلة ليطلعوا النتائج، بركي ما عملت منيح أنت، أو حتى بيمارسوا الابتزاز العاطفي في أهل، إنه إذا ما جبت أنا ما بحب، ما رح حبك، مثل إنه بيعمل غيرة بين الأخوة، إنه أنا لا أخوك صار، إنه لا أخوك أحسن، لا أخوك كذا، إذا ما رح حبك ما رح جب لك مثل أخوك. فهل طب هل يعني ترددات الكثير من الأحاديث، يوم الأهل كيف فينهم يكونوا خلص شيء ومضى يعني، وفي تكملة وفي سنة تانية يعيدوا خاصة البكالوريا، خلينا نحكي هون الأهل كيف لازم هون هيك يكون دورهم. المشكلة هو الأهل، هي نحن تعودنا هيك على أيامنا، كان إنه هذا الضغط عادي شيء طبيعي، بس هلأ إنه الجيل هل ما بقى يتحمل، وهذا الشيء معهم حق. فنحن بدنا نبلش بالأهل، الأهل بدنا نغير هالثقافة السائدة، إنه أنا قيمة الطالب مو بعلاماته، مو القيمة بتحصيله العلمي، القيمة مو القيمة كمان بالشهادة الجامعية، في أنا عندي قدرات متفاوتة كمان، أنا في سوق العمل بحاجة لمهارات مو بس شهادة جامعية، يعني نعزز هاي الفكرة عند الطالب. وكتير لهيك منلاقي مثلا كتير أطباء هنن ناجحين بمجالهم، بس كمان راحوا على التمثيل أو على الإعلام، فعم ينموا مهاراتهم. نشتغل على الطالب من هالباب، وعزز هذا الشيء عند الأهل، يعني خلين عند الأهل خلينه يقتنعوا بهذا الشيء حتى ينقلوا للطالب ويبعدوه عن الأحباط. بالإضافة الأهل إنه لازم يشجعوا أولادهم دائما بالكلام الحلو، الكلام التشجيعي اللي بيعطيهم حافز. حكينا قبل عن التحفيز الذاتي والتحفيز الخارجي، دور الأهل بتوفير بيئة من الحب، من الأمان، من الكلمات التحفيزية، من عدم رفع التوقعات، كمان يقعدوا مع الطالب يكونوا المستمع، المستمع الفعال. أنا أسمعه، خلي الطالب يعبر عن مشاعره، يعبر، أعرف شو مشكلته، بدي أعرف أنا مشكلته وين؟ مشكلته ما بيركز، مشكلته هو بوادي وعقله بوادي، مشكلته بحاجة في كتير طلاب بحاجة مثلا إنه أنا أمي تضل جنبي حتى بس أدرس، بس هيك، بس حس إنه حدا جنبي أو حدا زميل دراسة جنبي. فبدي أعرف أنا وين مشكلة الطالب، خليه يعترف بمشكلته وناقشه فيها، وحاول حلها معه، حاول يكون سند الأهل، سند داعم، مرشد، موجه، ناصح كمان لهذا الشيء، وأعطيه مو بس هيك حلول، ممكن طالب عنده صعوبات تعلم، ممكن بده دروس إضافية، ممكن يكون يعني ليك الأهل هن دائما هن السبب، إنه يا يرفعوا حتى أكيد. من زمان يا يرفعوا الطالب يا أما ينزلوا، لأنه ضغوطات كبيرة. نحن في كتير أهل بيستهون إنه أنت شو عندك بس عندك هالدراسة، نحن عنا هموم كتيرة وديون ومشاكل وحياة، مشاكل حياتية كبيرة، بس كل واحد بيقوله همه على قده، هم الطالب هم كتير كبير، احنا بدنا نعرف كيف نستغله، خاصة انه هو بفترة حرجة، يعني بفترة كتير صعبة، فالأهل لازم يكونوا ايد بايد مع أولادهم دائما، وسند وداعم لأنهم بكل صحيح خطوة. يعني يمكن ما يسلى الأهل دور كتير كبير بهذا الموضوع، لكن يمكن كمان في عدة أمور بتسبب أحباط امتحاني عند الطلاب. نشوف يمكن رفاق السوء يلي ممكن الطالب طلع من امتحانه بتلاقيهم عم يحلوا الأسئلة، عم يحبطوا بعض، عم ينشروا السلبية والتشاؤم. هذا الشيء قديش ممكن اليوم يأثر على شخصية الطالب، وممكن ما يكونوا يعني صحيحين، بس رغم هيك عم يأثروا عليهم. أكيد هلأ مثل ما حكينا أنه الجو الوسط الاجتماعي أنه هو ممكن يكون داعم وممكن يكون محبط، والرفاق أنه من هذا الوسط الاجتماعي صحيح. ففي كتير ناس أو رفقات بيتعمدوا قصدا يحبطوا الشخص انه انا هيك، انا درست هيك، انا بيحاولوا يبثوا عبارات ترهيب وتخويف لرفقاتهم. فانا بنصح انه دائما انه حتى الطالب لما بده يروح يتسلى او يطلع مع رفقاته عادي او يشوف رفقاته، بس يحاولوا قد ما فيهم لا يحسبوا علامات، لا يجيبوا سيرة الدراسة أبداً. خلاص هيك أنا بعد حالي عن أي مؤثرات يعني. تمام، يعني حكينا كتير عن الإحباط الامتحاني قد إيه ممكن يأثر على مستقبل الطلاب بعدين. هلأ كتير من الأشخاص بيقولوا خلص أنا رح أقدم شو ما كان لأنه أنا أوريدي حعيدها سنة الجاي أو حقدم بالتكميلة، ولكن هيدا الاستهتار بجوز هو عامل منيح سنة الجاي ما يعمل هالقد منيح سبب الخوف. تماما،
فخلينا نحكي اليوم لما نحن نعمل خطوة، إن كانت امتحان، إن كانت نجاح، إن كانت أي شيء بالحياة وفشلنا فيها، كيف نقدر نرجع نوقف على إجرينا نحن كمراهقين؟ خلينا نقول لأنه التاسع بكالوريا يعدوا من المراهقين، كيف فينا نرجع هيك نتخطى نمشي نكفي ونتجاوز هالأحباط؟ هلا أول شيء بدي أبدأ من نفسي، ما حدا بيدعمني. إذا أنا ما كان بدي أعمل هيك وبدي أتجاوز هالأحباط، مين ما أجا يشيلني ما حيقدر. فأنا بدي يكون عندي ثقة بحالي، بدي أقوي، بدي أعمل خطة تحفيزية لنفسي، بدي أقوي حالي، بدي أدعم ذاتي، بدي أغير من خطتي اللي كنت حاطة. بجوز أنا كنت حاطة هدفي أدخل صيدلي، أدخل طب، بس شاءت الظروف أنه أنا ما مشي الحال، أو كان هذا الأحباط مو سببه أنا، سببه تقصيري، بجوز صار حالي مرضية عندي، بجوز نسيت سؤال. إنسان معرض لكل شيء، فأنا بدي أغير الخطة اللي أنا حاطت، بحيث اني ادور على شغفي والشيء اللي انا بحبه وقاطعه مع اهدافي. شوفوا هذا الشيء وين موجود. هيك انا بقدر اتقبل الفشل، اتقبله واعتبره انه هو جزء من مرحله تعليميه. يعني هو الحياه كلها نجاح، يعني ما بصير حياه كلها نجاح او حياه كلها فشل، الحياه هيك وهيك، والفشل هو اللي بحسسنا بقيمه النجاح، وهو جزء من مرحله تعليميه، وانا لازم انتبه وفكر انا كيف بدي انقذ ما تبقى من الوقت. انا عندي هالمرحله هي هالامتحانات التكميليه، بدي اخفف قد ما فيني من الخسائر، وبدي احاول انا انقذ الشيء اللي ضل عندي، وبدي ابحث على الوسط الداعم. ممكن روح على اي شخص عنده راحه ايجابيه، عنده راحه بيقدم لي راحه نفسيه، بيعطيني طاقه ايجابيه، ممكن ستي، جدي، امي، معلمي المفضل، احكي معه، اخذ ارشادات منه، توجيهات. ما كون لطيف مع نفسي، ما أجلد نفسي باللوم وبالحسرة وبالعتب، لأنه اللي راح راح. أكيد. أنا بدي طلع لقدام، دائما بسعى ودور على التفاؤل وبشتغل على هذا الشيء. تمام، يعني بالختام حاولنا نركز على كثير من النقاط المهمة حول هذا الموضوع، ونتمنى أكيد من الأهل الوعي أكثر والدعم النفسي والمعنوي للطلاب. شكرا كثير لك يا ميس. شكرا لكم، بتمنى النجاح لكل الطلاب، بتمنى التحضير الجيد لكل الطلاب، وبتمنى دائما أنه كل طالب يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف عنده ويشتغل عليها منيح. والأهل بتمنى من الأهل دائما ما يربطوا النجاح بدرجة تعليمية وبدرجة التحصيل، ودائما يبحثوا عن مهارات الطلاب اللي هي بتوازي الشهادة الجامعية. وبتمنى النجاح والتوفيق للكل، ويسعد صباحكم. أكيد، ونحن بنضم صوتنا لصوتك، وأنا لي رجاء خاص عند الأهل، أي مشكلة بيعانوا منها لأولادهم أكيد صار في أخصائيين تربويين نلجأ لهم. وميسة يعني أنت من خيرتهم، شكراً لك وشكراً لطاقتك الحلوة. شكراً لكم كلكم، نورين صبايا. أهلا وسهلا فيكي.